شكرا لكم أيضا على الحضور، لأن هذا الموضوع عنده راهنية ويندرج في إطار النقاش العمومي الذي ينبغي أن يكون في ظل قضايا حارقة وملتهبة في بلادنا. هذا المسار ديال إصلاح نظام التقاعد اللي كان طابق في سنة 2003 بالمناظرة الوطنية حول إصلاح موضوع التقاعد، هذا الموضوع هذا اللي كيهم المجتمع المغربي كله، والنظرة لأنه الحكومة جايبة إصلاح عميق في الموضوع ويهدد مكتسبات الشعب المغربي، فاحنا فضلنا أننا نشاركوا معنا المواطنين في لقاء مفتوح لكي يطلعوا على هذا الإصلاح وما تهيئه الحكومة من إجراءات تضر بمصالح الأجراء عموما والشعب المغربي عموما. هذا اللقاء جاء في إطار واحد الالتزام ديال حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي لفتح النقاش في القضايا التي تهم المواطنين جميعا، وخاصة أن شهر سبتمبر هو شهر اللي تفتح فيه واحد الحوار اجتماعي اللي كيهضر على قانون الإضراب، واللي التزمت الحكومة نورمالمون أنه غادي يجي الحوار ديال إصلاح صناديق التقاعد. دورنا كحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي هو فتح النقاش من أجل التداول وإيجاد حلول ونرفعهم على شكل مذكرة ترافعية. بين المقترحات اللي كاينين هو إزالة الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين، وكذلك استرجاع جميع الأموال اللي كانت نهبات من الصناديق، وإيجاد حلول لاستثمار الصناديق باش أنها تقدر تكون عندها واحد الأوتونومي خاصة بها. من جهة أخرى كنشوفوا بأن مع هذا غلاء المعيشة والتضخم إلى غير ذلك، المعاشات ديال المتقاعدين فهي ما كتتماشاش مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.